حلو كتير، بس في واحد ابن عمه ل هذا الختيار عطوه حبي، بس هو بخيل. ليه عم تدل دل علي انت عم تقول كثير كثير اللي انت خبرت عنه؟ فكرت انا بخيل كثير كثير، بس انه عطوه حبي خلص هيدي مزبوط، انا بدي اظبط حالي. بس كيف يعني انه بس ابو ليلى؟ ما بيصير هيك، ما غالي كثير الحبه، كيف بدي اعمل؟ بخيل 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 بخيل. بدك تقول جورج دياب يعني. اخذ الحبه، اخذ الحبه، فات على المطبخ لجوا، ما حداش عم بيطلع، لحس حب لحسها هيك طلع، لحسها مشان ساري الحسن بيطلع، بس ظبط حيله على الطبخ. حلو كثير. راجعين يا حرام من افريقيا، طلع فيه كيدوا العرق لأبو العبد، قال له أبو الصيب شو بيه؟ ليه كيدك العرق؟ بعدين ليه لابس كبوت؟ قال له بعدين بخبرك أبو الصيف عم بيطلع أبو العبد، أبو العبد عم بيرشح مي هيك بقلب المطار، قال له هلا وصلنا بقلب المطار، قل لي شو فيه؟ قال له ما بدي خبرك، هلا بس نركب بالطيارة وتقلع الطيارة بخبرك. ركبوا بها الطيارة، قلعت فك السنتير، طلع فيه أبو الصيف، قال له تع، اجى ابو العبد فك الكبوت، ولا في سعدين هون وينو؟ ضربوا للسعدين كف على راسه، للسعدين بلش السعدين يبسطوا لابو العبد، طلع بابو الصيف قال له شو ابو الصيف عبالك؟ قال له ايه بس ما تقوليش الكف. على شو؟ على سقه. ايه على سقه كمان، هيدي بضايعه وبعيده كثير. وفي مساعد الحكيم والحكيم، هلا مساعد الحكيم كثير يعني هو قبضاي وكذا، كل ما يشي يعمل الحكيم انه بده يعطي دوره راس بيكتب عنده دفتر، صار عنده مرجع، مثلا وجع راس بنادول ده هيك شيرتيتون ده كذا، صار عنده دفتر مليان، وهو هيك ناطر الحكيم بيطلع هيك، الحكيم مش عم بيجي يعني اتاخر الحكيم، يوصل الحكيم كان يروح على الحصان شوي، ولفتت مرة زتت له هالولد بندي، قالت له دخيلك دخيلك، بلع معلقة بلع معلقة، قال له بلع معلقة، أخذ الكتاب صار بلع معلقة بلع معلقة، ما فيش بلع معلقة، شو بدي أعمل؟ صار يفلف شو هيك يفلف شو هيك، لقيه هداك جرح له إجره، حط له شرطيتون هيك، إجي شرطيتون على حميه، مسك الشرطيتون وقبعها هيك، بح! طلعت المعلقة. أيد بالدفتر معلقة معلقة بالزعيم شرطيتون على حميه. هذا شاب بعمل شعر صرت شاب جاي من ايطاليا هيك ونعومي شوي هالشاب، ومارق بزحمه بيروت هيك شو يعني نعوم؟ نعوم هيك يعني مجايجي، مش ما عنده خبره كثير. فالتقى بهيك بشاب قبضاي هيك قبضاي هيك، قال له كذا انت لابين انت لابين انت رسينتي، قال له كي انت بريس ونالون انت بريس ونالتالينتو، قال له مو في رسينتي كيف تصيرنا لكوزا رسينا بابانتو شدتي، قال له بوتك يا رسينا بورتوكي لا دينتا بارتشيتا، قال له نو اموري ميو كنت اللي جسينا اصبتي داك على الاسكاليات بتنتي. فات معه هذا الشاب اللبناني اللي ابو ضاي، فات معه شوي ولا بقول له التلياني بيلو هيك شو عنده، قال له بعد شوي قال له بيلو 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 صار بيلو، قال له هديك بعد شوي بيلو بيلو بيلو، قال له لا جيت بصتني ولا جيت نشف لي